للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات السيد محمد سرحان. أستاذ محمد، مرحبا بك. بعد أن أعلن الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده بنيران هندية في إقليم كشمير، والذي سبقه مقتل عدد من الجنود يوم أمس، بالمجمل كيف يعني تنظر إلى أبعاد الصراع الهندي الباكستاني؟ هو في الحقيقة الصراع بين كل من الهند وباكستان حول ولاية كشمير أو إقليم كشمير ممتد منذ عام 1949، عندما لجأ الحاكم الهندوسي آنذاك لكشمير هاري سينغ إلى الهند بالمخالفة لقواعد تقسيم شبه القارة الهندية، والتي كانت تقضي بانضمام الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، وهو ما كان ينطبق فعليا على كشمير ذات الغالبية المسلمة. هنا في هذه الحالة تدخلت الهند بالقوة وضمت نحو ثلثي كشمير. بعد ذلك على مدى هذه الفترة حصلت عدد كبير من المناوشات بين الهند وباكستان، أهمها كان طبعا الحرب التي وقعت في عام 1965 والحرب التي وقعت في عام 71 أيضا، عندما اتهمت باكستان الهند بدعم ما كانت تسمى باكستان الشرقية في هذا الوقت، وهي بنغلاديش التي انفصلت في عام 71 عن باكستان. بعد ذلك تم توقيع معاهدة ثنائية ما بين الطرفين، هي معاهدة شملة أو اتفاقية شملة بين الهند وباكستان، والتي كانت أيضا تتعلق بخط وقف إطلاق النار وهكذا. هو الصراع ممتد منذ هذه السنوات يعني. إذن هو الصراع ممتد مثل ما تحدثت، هناك إمكانية للتصعيد ربما تتوقعها لتشهد المنطقة حربا جديدة بين الدولتين النوويتين؟ هو في الحقيقة بمتابعة الأزمة، ما أزمة ولاية كشمير من البداية أو حتى المناوشات الأخيرة والإجراء الهندي الأخير، نجد أن الهند بعد قيامها بإلغاء الحكم الذاتي هي في الحقيقة يعني تتبع يعني سياسة فرض الأمر الواقع يعني على باكستان أو ما يخص أزمة إقليم كشمير. لكن بالنسبة للحرب قد يكون يعني استخدام حرب أو وقوع حرب بالذات حرب نووية ما بين القوتين هو أمر قد يكون مستبعد، لكنه في الحقيقة المناوشات مستمرة، وهذا ما يتخوف منه يعني أن تؤدي هذه المناوشات في النهاية إلى حرب إذا لم يحدث حل لهذه الأزمة يعني. على ذكر يعني السلاح النووي أيضا وتهديد وزير الدفاع الهندي باحتمال استخدام السلاح النووي، إلى أي مدى تتوقع أن يتم فعلا استخدام النووي في خلال هذا التصعيد؟ هو في وقت الأزمات السياسية أو الخلافات السياسية لغة التهديد والتصريحات العنترية في هذه الأزمات معروفة يعني، لكن في النهاية هو ما يمكن أو ما هي الأوراق التي يملكها كل طرف لفرض وجهة نظره أو فرض مصالحه يعني وجعلها الغالبية. لكن في هذه الأمور يعني أعتقد أن الأمر لن تصل إلى هذا الحد، خاصة وأن العالم حاليا لا يحتمل وقوع حرب هائلة بهذه الشراسة ما بين الهند وباكستان، خاصة وأنهما قوتين نوويتين. أنباء غير مؤكدة يعني عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لبحث تطورات أزمة جامو وكشمير، كيف تنظر إلى تعاطي مجلس الأمن مع الأزمة؟ هو بالنسبة لمجلس الأمن في الحقيقة طبعا يعني حسب التقارير التي خرجت قبل قليل أنه بالفعل تم عقد الجلسة الطارئة قبل قليل على خلفية أزمة كشمير، لكن هناك كانت تصريحات مهمة لمندوبة باكستان لدى الأمم المتحدة أكدت خلالها استعداد باكستان أنها يعني مستعدة لحل هذه الأزمة سلميا يعني. أما بالنسبة لمجلس الأمن فهو في الحقيقة كان هناك قرار من مجلس الأمن في عام 1948 يتعلق أيضا بكشمير، عندما صدر في أغسطس 1948 ونص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، لكن هذا القرار لم يحدث حتى الآن، وبالتالي يعني بالنسبة لموقف مجلس الأمن أو الأمم المتحدة في الحقيقة في العديد من القضايا الدولية لم نجد لها تأثير فعلي، خاصة وأن هذه الجلسة التي عقدت رئيس وزراء باكستان اتصل هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الوضع في كشمير، إلى أي مدى ترى أن أمريكا يعني يمكن أن تتخلى عن حليفها الهندي؟ أمريكا ترامب هي في الحقيقة تعتمد على مسألة المصالح، يعني ما هي خيارات المصالح التي يمكن أن تقدم للولايات المتحدة، وبقدر ما يستطيع كل طرف طبعا أن يقدم لترامب هذا ما ينبني عليه الموقف الأمريكي.
لكن في النهايه طبعا يعني حتى الموقف الامريكي ازاء العديد من القضايا، لاحظنا مثلا ان قضيه فلسطين، نقل السفاره الامريكيه الى القدس، او حتى الاعتراف بتبعيه الجولان السوريه للكيان الصهيوني. وبالتالي الموقف الامريكي هو في الحقيقه يعتمد في النهايه على المصالح، خاصه في ظل الاداره الحاليه للولايات المتحده يعني. نعم، شكرا لك، شكرا جزيلا من اسطنبول الصحفي المتخصص في شؤون الاقليات السيد محمد سرحان.